السلام عليكم. يعني في البدايه كده هفضل انا اشكر شريهان رئيس التحرير وكل اللي معاها في التحرير بتاع البرنامج كتير جدا، لان بيخلوني اشوف اصحابي الحقيقه انا مش فاهمش خالص، وظروف الحياه كده بتبعدنا عن بعض. بس ضيفتي اللي معايا دلوقتي قطه كتكوته، يعني عينيها كده فعلا عينين غزال كده، يعني ما شاء الله ما شاء الله، حضور وطاقة حلوة قوي قوي، ممثلة رقيقة جدا جدا، أمرايا. أما بقى بالنسبة للرشاقة فحدث ولا حرج، ما شاء الله. هنسألها في كل حاجة. متشرفة بيها وبشكرها جدا جدا على إنها قبلت دعوة البرنامج إنها تشرفنا، وخاصة أنا عارفة إن هي مشغولة جدا جدا وعندها مسرح، بس يعني أنا فرحانة إن أنا شفتها معايا الجميلة الفراشة الرقيقة علا رامي. يا علا حبيبتي. ايه القمر ده يا حبيبتي يا نشوى، يا حبيبتي يعني كتر خيرك على التقديمه الجميله دي. كتر خيرك انت. لا احنا فعلا ما شفناش بعض من زمان. زمان يمكن من اكتر من 5 6 سنين. ما تقوليش لا، قلت 5 6 سنين بس. أكتر. اكتر من كده ما ينفعش. دايما جميله ودايما متالقه وما شاء الله تبارك الرحمن. الحمد لله. انت من الوشوش اللي يحب يعني الانسان يحب يبص لها، يعني في وشوش كده ما شاء الله ما شاء الله، ربنا كده حاطط فيها يعني ابداع زياده حبتين عن البشر. وشك من وانت صغيره. واول ما شفتك قلت لك، عارفه انا اول ما بشوفك بتيجي في دماغي ايه؟ ايه بقى؟ بتيجي في دماغي في فيلم السمان والخريف. كان شعري قصير كده. ايوه بالظبط. وانا ما شفتك بالظبط كان عندك 3 سنين 4 سنين. اربعه. كان عندي 4 سنين. اللي شاف فيلم السمان والخريف، علا كانت بنت الأستاذة نادية لطفي والأستاذ محمود مرسي. فيعني أنت بالبداية داخلة جامد. داخلة مع العباقرة. طبعا أنت مش فاكرة يا علا أي حاجة. كنت لسه هرد أقول لك، طبعا أنا مش فاكرة حاجة خالص عن الفيلم. لأن كان عندي 4 سنين. مش ممكن يعني ماما الله يرحمها هي اللي كانت بتقول لي لما كبرت ده انت كنتي كذا وعملنا كذا، والست ناديه لطفي كانت شايفاكي بردانه، لان احنا كنا بنصور في اسكندريه في شهر ديسمبر والمفروض ان احنا في الصيف، ونازلين الميه ولابسين مايو وكت صيف. فالست ناديه لطفي الله يرحمها جميله، كان في زمان حاجه اسمها كينا، مشروب اسمه كينا. مشروب اسمه كينا ده بيدي طاقة وحيوية ده كان بيجيبه علينا في التلفزيون. بس ده حاجة اتقرضت. لا خلاص ده اتمنع. ما كينا البطل الحديدية. ايوه بتدي صحة وحيوية ومش عارفة ايه. مظبوط. بنفس وتخليكم تاكلوا بنفس حلوة وشهية. بالظبط. ده كان بداية التلفزيون. انا فعلا حاجة قديمة. انا قديمة يعني. احنا يعني تقريبا دفعة واحدة. بس انت كنت في معهد باليه من وانت طفله طبعا. من 9 سنين. من وانت 9 سنين. انت وسحر. طبعا كل الناس عارفه ان انت اخت الجميله كمان. الجميله حبيبتي. جميله قوي 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 سحر، يعني انا بحبها موت. وانتوا الاثنين، بس سحر الاكبر اعتقد. سحر اكبر بسنه. طب كلميني برضو عن فكره، انت بابا وماما كانوا يعني متفتحين لدرجه ان هم يلا ندخلهم معهد الباليه يعني. فعلا، لان بابا بالاكتريه مامته تركيه كانت. الله يرحمه. قلتي لي بقى الجمال بقى فعلشان كده عندهم ثقافه مختلفه عن العادي في وقتنا يعني في الوقت زمان، فكان مطلع اوروبا اكتر وكده، ف بيحب الفنون عامه. بابا بيرسم، كان عنده خط عربي حلو جدا كان بيكتب بيه. فهو كان الاساس. اول ما سمع ان المعهد الباليه اتفتح كان طبعا بيروح بقى يتفرج في الاوبرا قبل ما تتحرق القديمه يعني. فاول ما سمع ان بيعملوا معهد باليه في مصر، طب شروطه ايه ومين وبتاع، وراح مقدم الله. لنا. انت ما عندكيش اخوات تاني غير انت وسحر؟ عندي اخ اكبر من سحر. واخت اصغر مني. يا حبيبتي ربنا يخليكم لبعض يا رب. يا رب. انا من الحاجات برضو الحياه اللي مستغرباها، جميله ممثله شاطره جدا جدا، طبعا راقصه باليه على اعلى طراز،
ازاي ما تعمليش فوازير رمضان في مصر وانت عملتيها في الخارج، عملتي فوازير في الخليج في دبي. لدبي. دبي. طب احنا ازاي ما نستغلكيش؟ والحقيقه كمان اللي متغزله اكتر، لو في عقل بقى كده بتاع استثمار في البني ادمين، ازاي انت وسحر انتوا الاثنين ما تعملوش عمل استعراضي ضخم؟ حاجه تتكتب لنا صح. ما هو انا بقول، ما بس انا بقول كان معلش. لا وما زال. لا اسم الله. لا يعني استعراض يعني بمسك الخشب. لا اهو انا هسالك السؤال اللي جاي بس بعد ما تجاوبي السؤال ده. ما تعرضش عليكم خالص ان انتوا الاثنين تعملوا عمل فني استعراضي فوازير مسرح؟ لا ما تعرضش. احنا اللي كنا بنحاول بنسعى، والكلام ده كان من سنين طويله، وقت ما كان الست سعاد حسني لسه كانت عايشه والاستاذ احمد زكي لسه كان عايش، يشهد على ذلك المخرج الجميل علي بدرخان. كان الجروب ده كله وانا وسحر، وهنعمل فيلم اخناتون. يا الله. فكنا هنطلع انا وسحر الاختين التوأم اللي ولاد نيفرتيتي واخناتون، وكانت سعاد حسني هتعمل الملكه تي ام اخناتون ونيفرتيتي. واحنا هنعمل احفادها بقى يعني. ازاي ما يتعملش؟ التكلفه كانت طبعا وقتها رهيبه 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 جدا. عصر فرعوني بقى ومعابد بس احنا وملابس. عندنا الحقيقه يعني انت عندك ديكوراتك موجوده وجاهزه، يعني عندك اهم يعني ايه اهم انجاز تاريخي هنا في العالم موجود عندك من خلال الفراعنه يعني. بالظبط كده. بس يعني ده كان مشروع وكنا المفروض بنحضر له وهنعمل وبعدين على احباط بقى. احباط للجهه المنتجه، لقت التكلفه مش هيقدروا مش عارف 100 مليون وحاجات كده. فاللي هو يعني من فتره كمان. ازاي بتتكلمي في حاجه من 20 سنه مثلا؟ تقريبا. قبل ما تتوفى اكيد الاستاذه سعاد حسني الله يرحمها. طبعا. فطبعا كان طب انت اللي جبتي بقى. طب يبتدوا وبعدين مش عارف ما قدروش. ما ينفعش. فده كان المشروع اللي كان المفروض بنحضر وهنبقى سوا فيه. يا رب يعوضنا بحاجه. يا رب يا كريم. ونشوفك في حاجه عظيمه. بالنسبه للعمل الاستعراضي لا ورشاقتك كمان يا علا، انت ما شاء الله تبارك الرحمن، انت محافظه على رشاقتك يعني من لما شفتك كما كنا صغيرين في المعهد لحد النهارده. ما فيش بقى كالبظايا، ما فيش ترهل، ما فيش، ما شاء الله. يعني الفترة اللي قعدنا فيها في البيت لا تخنت جدا، وبعدين رحت فترة كورونا طبعا. لا حبيبتي قوي، بس انا مش شايفة اي ترهل ما شاء الله. لا اما انا بقول لك فترة كورونا، انا من 7-8 شهور بدأت احضر للمسرحية. يتعرض عليا ولا وطب الورق، طب هنعمل، طب هنسوي. طبعا انا بعمل دور يعني لأول مرة الناس المصرية، الناس هتفاجأ بشخصيتي في العرض. طب نقول العرض برضو فين عشان الناس تيجي؟ لان ده انتاج وزاره الثقافه. والحقيقه انا بحب اعمل دعايه لكل اهي صور. الله هلا. ايوه الله هلا هلا. في وزاره الثقافه في مسرح ايه يا علا؟ في مسرح البالون. تمام. اللي في العجوزه. الاجازه يوم ايه؟ يوم الثلاث. والعرض بنعرض من 8:30. من 8:30 يعني من 8 الناس تكون موجوده. يا ريت. ويا جماعه وزاره الثقافه بتدعم. لو هتقدروا تشوفوا انا شكلي ايه؟ قمر. لا مش الصوره اللي فيها الذهبي فظيعه. ايوه استعراضات وكلام بقى. استعراضات استعراضات دعاء سلام البريمادونا بتاعت فرقه رضا، وهي ده في التحيه. ايوه لان انا اللي بقدم الناس كلها في التحيه. طبعا انت النجمه اللي الله يخليك طبعاً. يا حبيبتي فدي صوره من التحيه وانا بقدم دعاء سلام، هي اللي عامله الاستعراض. طب هو عمل استعراضي اخيرا اهو بقى. هي اللي عامله الاستعراضات في المسرحيه وهي بتعمل دور شفيقه. لا هنيجي نتفرج لازم كلنا والناس كلها. ادينا قلنا مسرح البالون من 8:30 ما عدا يوم الثلاث ويوم الاجازه، وده دعم من وزاره الثقافه المصريه طبعاً. للجمهور يعني روحوا خدوا ولادكم واتفرجوا باسعار بسيطه جدا جدا واستفيدوا بالدعم في الفن يعني. أيوة. رقوا كده ذوق وروح ولادكم. والمسرحيه عوده للمسرحيات بتاعت زمان. الله. اللي هي هتلاقي فيها استعراض وغنى
وكوميدي وطبعا تراجيدي ما اقولكيش هتلاقي كتير كمان وقصه وعوده للمسرح الاستعراضي الجميل بتاع زمان. والله فرحتيني يا علا فرحتيني. طب انا هسال سؤال ممكن تتضايقي لو سالته. عمليات التجميل ايه مكانها في حياتك؟ لان انا اسم الله مش بس الجسم، لا الوش هو يعني الحمد لله الله اكبر مفيش تغيير، فهل في تجميل ولا مفيش؟ لا وواضح لو انتوا قربتوا كده اكتر هتلاقوا الحمد لله الكشاكيش. انا يا جماعه مقربه اهو الحمد لله موجوده. لا والله مفيش خالص. انا ضدها جدا. ضد التجميل؟ يعني عمليات التجميل انما مش ضد التجميل. التجميل يعني بتعملي مكياج، بتحاولي تداري الخطوط اللي بتطلع، ال 11 دي موجوده عندي. بيقنعوني دلوقتي ان انا احاول بس اخف فيلر والحاجات دي، الحاجات اللي هي هتبقى نقطه كده خفيفه بس انت مش محتاجه يعني مش بجاملك، انا قاعده قدامك اهو وشايفاكي، يمكن الكاميرا بقى بس انا شايفاكي ما شاء الله عليكي الحمد لله. وانا شكيت ان في عمليات تجميل فانت قلتي لا انا ما بعملش والله تجميل ابدا. والله ابدا انا ضدها وماشيه ورا مسيره الله يرحمها رجاء الجداوي. كانت تقول دي عوامل الزمن اللي ربنا حطها عندي انا اخفيها واداريها واعمل واشد، لا انا لازم ابينها علشان الزمن بيمر علينا كلنا. وكانت الله يرحمها جميله لاخر ثانيه قوي يعني قوي، روحها كانت حلوه قوي قوي، كان باين عن ليها. مش هينفع اللقاء ينتهي من غير ما تكلميني عن تجربتك مع ملك ملوك التمثيل في العالم العربي عادل امام. حنفي الأبهة طبعا. كلميني عن اللقاء كان ازاي، وده كان في اوج هو مازال نجم طول عمره نجم من اول ما ابتدى لحد دلوقتي والبعد دلوقتي، لكن ما تخضتيش انك استاذ علي امام اختارك عشان تبقي البطله قدامه؟ لا انا اتخضيت طبعا، وكنت يعني اللي هو عامله كده اللي هو مرعوبه مش مرعوبه اللي هو خايفه. دخلت المكياج اول يوم تصوير بعمل مكياج لقيته جالي يا حبيبي حط ايده على كتفي قال لي انت بقى الباليرينا. الله. قلت له قال لي طيب على فكره احنا هنا لازم ناخد على بعض بقى في الحوار، تعالي بقى نتكلم وندردش احكي لي بقى الباليه ده. هو حاسس ان انت مخضوضه فعايز يبسط الحكايه عشان تبقى المساله كانكم يعني عادي ما بتبقاش فيه رهبه عشان نقدر نمثل صح ويطلع حلو زي ما كل الناس بتحب الفيلم ده قوي يعني. طبعا. فهو دوب بقى جدا. وكمان العظيم الله يرحمه يحسن اليه الاستاذ فاروق الفيشاوي. طبعا. كان كمان هو كان في من نفس الابطال المكان. في الفتره دي. حقيقي. بطل عظيم، فيعني ما شاء الله يعني ما شاء الله وقفتي قدام عادل امام ده يعني الحمد شرف لله. كبير. ده انا سعيده ان ده في بدايه خطواتي الفنيه ابقى مع الاستاذ عادل امام في حنفي الأبهة، طبعا علامه من علامات خطواتي. طيب ليه مقله؟ ده سؤال شرهان في ودني حالا. أيوه. ليه مقله في اعمالك التلفزيونيه؟ ورايك ايه في الاعمال اللي على المنصات واللي موجوده في الفتره دي، وازاي انت ما شاء الله بطاقتك وبشبابك وبجمالك ازاي مش موجوده بالشكل اللي يليق بقيمتك الفنيه؟ الحمد لله. بصي انا مش موجوده على الساحه الفنيه لان كورونا، انا قعدت جامد لان كنت بسمع عن حاجات كتير، وده طبعا الزملاء الفنانين اللي راحوا يعني فيها يعني اكثر من حد توفى. فخفت ما بقتش اخرج عشان خايفه على اهل البيت برضو، ما اروحش اخرج انا واجي اعديهم، فبقيت قاعده. قعدت سنتين اي حاجه تجيلي لا ما بشتغلش لا، فلغايه لما الحمد لله ها بدات يعني نزلت عملت حاجه لمنصه من المنصات. حلو. كان اسمه مسلسل اسمه كان وادي الجن. حلو قوي. بعديها عملت مؤخرا كان لسه بيتعرض ولسه خالص من اسبوعين ثلاثه كده كان مسلسل اسمه العيله دي. جميل. جدا. كان في الفاني كده مسلسل بيتوتي وكل الناس كده قاعده بتتابعه ولذيذ يعني. بس وبدات بقى اعمل المسرح والحمد لله. المسرح اكيد ده بياخد وقت، انت بتقولي لي بقى لي 8 اشهر بعمل بروفات عشان احضر نفسي للعمل ده بالظبط. وده العمل الحقيقه المسرح عمل شاق جدا، مش بس في اثناء العرض، لا ده في
بروفات مضنيه يعني بالشهور. اه ده حقيقي، لان اولا المسرحيه اللي بنعملها مش سهله، لا لا لا. استعراضيه غنائيه وتعتبر تاريخيه نسبيا يعني من 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 عصر، هي طبعا 1920 يعني تقريبا يعني اللي هو المرحله ايام الثوره، بس ثوره 19 لا انا حاسه ان شاء الله يعني ان شاء الله هتنشطي، مفيش بقى كورونا ومفيش حاجه، واتمنى اشوفك كمان الحقيقه مع عمر ان شاء الله. انا الحقيقه اشتغلت مع عمر كذا حاجه، يعني كان فيلم كاريوكي. أيوة. وفيلم ان شاء الله خلاص عرفت ان هو نازل في محطه تلفزيونيه او محطه فضائيه اسمه ويزو سكول. كنت انا ويزو سكول ده انا طالعه نظره المدرسه، بما انها سكول يعني فانا سكول انا نظره المدرسه. فده اشتغلت عمر كمان. انت ما عندكيش غير عمر بس، الحمد لله، ربنا يحفظه لك حبيبتي ويبارك لك فيه يا رب. طب الوحيد بيبقى شويه مامته مش عايزه تسيبه، طب انت جوزتيه بدري قوي 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 يا علا. الحقيقه هو اللي كان عايز باصرار منه. يعني انا كنت عايزاه يرستق نفسه شويه في شغله. لا بس الحب بقى انت عارفه بالظبط، يعني واللي هو هيطيروا من بعض بقى وحاجات كده، ودي هتخطفه وده هيخطفها. ايوه لا فقال لك لا عايزين نلحق. اسم الله اسم الله، ربنا يحفظهم، ربنا يهنيهم يا رب. فهل انت حما بقى وكده، ولا بشكل حديث كل واحد حر في حياته وليك مطلق الحريه في حياته؟ ياسمين الجيلاني زميله وصاحبتنا زميله اصلا، زميله جميله، بحبك موت، ربنا يحفظك يا حبيبتي ويحميكي. فاحنا اصحاب. ف انا حاسه ان انت اصلا من سن ياسمين يعني يعني انا صراحه انا من سن عمر حضرتك. ايوه يعني مش ممكن اتوقع خالص ان في فكره الحما او لا خالص خالص بجد لا خالص. يعني حتى ايما بنتهم مع حتم 6 سنين الشهر الجاي. الله اكبر، اسم الله. انت قد ايما بقى؟ انا خلاص. لا انا 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 اكبر من ايما ب4 سنين. عشان يعني حبيبتي ربنا يحفظهم لك ويبارك لك فيهم، ودايما متالقه والنور اللي جوه قلبك كده دايما ظاهر على وشك وفي ملامحك. يا رب يا حبيبتي، وربنا يسعدك باعمال حلوه تفرحك، وسلامي لعمر والايما والياسمين والسحر ولولادها. يا حبيبتي سلامك وصل، ودلوقتي هيوصل لهم اكتر وحوصل شكرا لهم. يا حبيبتي شرفتيني وانستيني، مرسي. ومش عايزه الفقره تخلص عشان ما بصدق الاقي اصحابي يعني حقيقي. يا حبيبتي هنقعد مع بعض بعد ان شاء الله. مرسي يا حبيبتي. حبيبتي شكرا. للاسف الفقره الحلوه دي خلصت، استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم.